السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد هادي، طالب الصف السادس الابتدائي، برسم كيمياء دروس مادة الجغرافيا بعنوان الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحية. الدرس السادس من دروس الوحدة الثانية بعنوان البعث الصحية. إحنا عرفنا عن ما المقصود بالبعث الصحية، بعض مصادر السطح، عرفنا عن الخلجان والشروط والأصول الأرضية، اتكلمنا عن خصائص السكان البيئة الصحية سواء الخصائص الاقتصادية أو اجتماعية أو تعاملية. اليوم سنتحدث عن موارد الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحية. أنا عبد الله سبحانه وتعالى البيئة الصحية عديد الموارد، ساعدت على قيام أنشطة اقتصادية وزادت من مصادر الدخل للقرية. طب ما هي هذه الموارد؟ آبار منتجة للبترول وغاز طبيعي، مراعي ساحلية، وأخيرا أسماك. أنا عبد الله البيئة الصحية في مصر عديد من الموارد ساعدت على قيام الأنشطة الاقتصادية وزادت مصادر الدخل القومي لمصر. ما هي الموارد؟ آبار منتجة للبترول، مراعي ساحلية، أسماك. تفصيلنا اليوم كما عناصر الدرس، أولا الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحية، ثانيا بعض المشكلات الرئيسية في البيئة الصحية، وما هي جهود الدولة لحل هذه المشكلة. ما المقصود بالنشاط الاقتصادي واستخدام الإنسان الموارد المتاحة؟ مأكل طبعا للأكل والشرب والسكن. نبدأ بالأنشطة الاقتصادية. كما هي الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحية؟ أولا صيد الأسماك، الصناعة والتعدين، الزراعة والرعي، والسياحة والتجارة والبقر البحري. نبدأ بأول نشاط اقتصادي، صيد الأسماك. صيد الأسماك، طيب حرفة صيد الأسماك من الحرف الرئيسية في البيئة الساحلية. يعمل عدد كبير في حرفة صيد الأسماك، وتعد البحار والبحيرات مصدر رئيسي للأسماك في البيئة الساحلية. صيد الأسماك من الحرفة الرئيسية في البيئة الساحلية، حيث يعمل عدد كبير من السكان. نلاحظ أن بحيرة المنزل أولى بحيرة الساحلية من حيث إنتاج الأسماك. يبقى أول نشاط وأهم نشاط في البيئة الساحلية هو صيد الأسماك من الحرف الرئيسية. تعرف على ملحوظة إن بحيرة المنزلة أولى البحيرات الساحلية من حيث إنتاج الأسماك في البيئة الساحلية. ثانياً الصناعة. يعمل عدد كبير من سكان البيئة الساحلية في صناعات مختلفة. على سبيل المثال صناعة الصوت، صناعة الغاز والنسيج، صناعة الحديد والصوت. نشاط السلس والتعدين. والتعدين هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. تنتشر عديد من البول بترول وغاز طبيعي في البيئة الصحية. نتعرف على هذه البول. عندنا حقول البترول زي جدعين وفنجان في سيناء وساحل خليج السويس، طبعا منطقة من أشهر مناطق استخراج البترول في مصر. حقول الغاز الطبيعي في حقل الرمادي من أشهر حقول الغاز الطبيعي وموجود في شمال الدلتا. من خلال الخريطة نستنتج إن حقول البترول في البيئة الساحلية عديدة، من أشهرهم حقل بلعين وحقل بركان في سيناء، وخليج السويس من أشهر مناطق استخراج البترول. وحقل الرمادي من الحقول الرئيسية لاستخراج الغاز الطبيعي. النشاط الرابع في البيئة الساحلية الرعي. والرعي نشاط يقوم على تربية الماعز والأغنام والإبل. تنتشر في المناطق الساحلية عديد من مراعي في شمال سيناء وساحل بين اسكندرية والسلمية. وتنتشر المراعي في البيئة الساحلية شمال سيناء والساحل الشمالي بين اسكندرية والسلمية. الزراعة تنتشر مناطق عديدة في البيئة الساحلية مزروعة بالزيتون في شمال سيناء والساحل الشمالي وشمال سيناء، ويستخرج منها أجود أنواع الزيت الزيتون. يبقى المراعي تنتشر في شمال سيناء والساحل المتد من اسكندريه للسلوم، والزراعه تنتشر في شمال سيناء والساحل الشمالي. تنتشر مناطق مزروعه في شمال سيناء والساحل الشمالي بالزيتون، ويستخرج منها زيت الزيتون. وفي بعض المزارع الاخرى زي مزارع الفاكهه ومزارع الموالح والشاي. لما تحدثنا عن نشاط صيد الاسماك عرفنا ان هي حرفه رئيسيه، عرفنا ان بعض الصناعات عديد من الصناعات يعمل بها سكان البيئه الساحليه. اتكلمنا عن نشاط الرعي ونشاط الزراعه. النشاط الخامس من النشاطات الاقتصاديه السياحه.
السياحة من المصادر الداخلة القومية لمصر. يعمل بعض سكان البيئة الساحلية في السياحة. من أنشطة مرتبطة بالسياحة زي استقبال السياح، أعمال فندقية على ساحل البحر المتوسط والأحمر، دي تعتبر مصايف يأتي لها السياح من مختلف البلدان إلى عدن. يبقى نشاط السياحة يعمل به بعض سكان البيئة الساحلية. بينما نشاط صيد الأسماك يعمل به عدد كبير من سكان البيئة الساحلية. يبقى يعمل بعض سكان البيئة الساحلية في نشاط السياحة. مثل استقبال السائحين وأعمال الفندقية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، ويقدم مصايف يأتي إليها السياح من مختلف البلاد. نلاحظ أن السياحة مصدر كبير للدخل القومي في مصر. من محسوب بالدخل القومي هو إجمالي دخول الأنشطة من الدخل المحقق من الأنشطة الاقتصادية، زراعة، صناعة، سياحة، تعليم. النشاط الأخير من الأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية التجارة والنقل البحري. يعمل بعض سكان البيئة الساحلية ببعض أعمال مرتبطة بالتجارة والنقل البحري. نقل البضائع، نقل المسافرين عن طريق البحر، عمليات الشحن والتفريغ، السفن. يبقى نلاحظ أن من خلال الأنشطة الاقتصادية أولاً يعمل عدد كبير من سكان البيئة الساحلية في صيد الأسماك، يعني حرفة صيد الأسماك من الحرفة الرئيسية في البيئة الساحلية. ثانياً يعمل بعض السكان في أنشطة مرتبطة بالسياحة زي استقبال السائحين، عمليات شحن وتفريغ السفن، ونقل البضائع والمسافرين عن طريق البحر. والملحوظة الأخيرة أن يعمل سكان البيئة الساحلية في تعليم الصناعات، صناعة الحديد والصلب، غزل النسيج، وصناعة السفن. الجزء الثاني في الدرس هو عبارة عن المشكلات البيئية الساحلية. رغم أهمية البيئة الساحلية، تعرض البيئة الساحلية لمشكلات عديدة. أولاً تلوث المياه الشاطئية. طب ما هي أسباب مشكلة تلوث المياه الشاطئية؟ أولاً تلوث الناتج عن تسليط سفن البترول. ثانياً صرف الصحي، يقوم في الصرف الصحي والزراعة والصناعي في مياه البحر، يؤثر ذلك على الأسماك، بالتالي يؤثر على صحة الإنسان. يبقى أول مشكلة تلوث المياه الشاطئية أسبابها إلقاء مياه صرف الزراعة والصحي في مياه البحر والبحيرات. تلوث الناتج عن طريق حرق السفن ونقل البترول. ثانيا مشكلة تباكل سواحل الدفان الأمواج، بمعنى أن حركة الأمواج تكون بنحت سكون المكونة للساحل. يبقى تكون الأمواج بنحت السكون المكونة لساحل البحر، ويؤدي ذلك إلى إزالة الشواطئ وبعض الشاليهات الموجودة بجوار ساحل البحر. تاني مشكلة الثانية من مشكلة البيئة الساحلية هي تآكل الساحل، بمعنى حركة الأمواج تقوم بنحت الصخور المكونة لساحل البحر، تؤدي إلى إزالة الشواطئ. وثانيا لو بعض الشلالات موجودة قريبة من ساحل البحر، تدمير هذه الشلالات. طب ما هي جهود الدولة لحل هذه المشكلة؟ أولا أصدرت الدولة عديد من القوانين لمنع إلقاء المخلفات في الصرف الزراعي، وثانيا تبدأ الدولة بإقامة مصدات للأمواج لحماية السواحل من التآكل. الصورة اللي جايه توضح أقامت الدولة مصدات للأمواج لمنع حركة الأمواج من تحت الصخور وحماية السواحل حتى لا يؤدي إلى إزالة الشواطئ أو تدمير بعض الشلالات. بملخص درسنا اليوم بنتكلم عن أنشطة اقتصادية، تعرفنا عن أهم الأنشطة البيئة الساحلية، اتكلمنا عن بعض مشكلات البيئة الساحلية زي تلوث المياه الشرقية وتآكل السواحل، وبعض جهود الدولة لحل تلك المشكلة. بعض الأسئلة التطبيقية على الدرس سين واحد أكمل. تعد بحيرة المرة أولى بحيرات الساحلية من حيث إنتاج الأسماك، بحيرة المنزلة. من حقول البترول في سيناء حق بلعيم ومرجان في سيناء، بينما ساحل خليج السويس أو خليج السويس من أهم مناطق استخراج البترول، بجانب طبعا حقول بلعيم ومرجان. اختر الإجابة الصحيحة وابدا حرف النقط من الحرف الرئيسية لسكان البيئة الساحلية: الزراعة، الصناعة، صيد الأسماك، التجارة. الصناعة يعمل بعدد كبير، ولكن يعمل سكان البيئة الساحلية صناعات عديدة زي صناعة السفن والحديد والصلب وغزل النسيج. التجارة يعمل بها بعض سكان البيئة الساحلية.
والسياحه يعمل بها بعض صفحات البيع السحريه. بينما صيد الاسماك دي من الصناعات الرئيسيه بيعمل بها عدد كبير من سكان البيئه الساحليه. سي ثلاثه بما تفسر تلوث المياه الشرقيه. اسباب تلوث المياه الشرقيه القاع مياه صرف الزراعي والصناعي في البحار والبحيرات. ثانيا التلوث الناتج عن طريق حركه السفن وتسليم زيوت البترول. كما هو اليوم انتهى، اتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.